الحد من تصريحات ترامب أو إسكاته، طلب وجهه المدعي الخاص الأمريكي جاك سميث للقاضية تانيا تشوكن قبيل محاكمته الفيدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020. والسبب أن تصريحات ترامب وفق سميث قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلفين وعلى شهادات الشهود. وفي وثيقة قضائية أمام محكمة واشنطن الفيدرالية، اعتبر سميث أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل والقاضية المكلفة بالملف قد تؤثر على آراء هيئة المحلفين الذي ستتألف من سكان محليين. تصريحات متكررة صادرة عن المتهم تحولت إلى تهديدات حقيقية، أو هذا ما يراه سميث، إذ سبق لترامب أن اتهم تشوكن بأنها تكرهه، ووصف مكتب المدعي الخاص بأنه فريق من البلطجية. مكتب سميث أشار أيضاً إلى العديد من منشورات ترامب التي ينتقد فيها السلطات، أبرزها تلك التي اتهم فيها الرئيس بايدن بأنه قام بتسليح وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لملاحقته. إياد حمود، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.